واحنا كنا مأجلينه الاخر عشان يبقى ختامه مسك. بالفعل معانا الزميل خالد علي. خالد علي يا بار! خالد علي يا بار! خالد علي يا بار! خالد علي يا بار! انت الكابتن العمار! انت الكابتن العمار! خالد علي يا بار! خالد علي يا بار! انت الكابتن العمار! انت الكابتن العمار! خالد علي يا الهوية! خالد علي يا الهوية! خالد علي يا الهوية! خالد علي يا الهوية! السلام عليكم. متشكر جدا، وكل سنة وحضراتكم طيبين، وكل سنة والطبقة العاملة المصرية قوية وعافية. أنا عايز أفكركم بسنة 2005 لما الحركة السياسية المصرية كلها انهزمت في معركة الاستفتاء على مبارك، وحركة كفاية انهزمت ومبارك بقى رئيس. الشارع السياسي كله أصابه الصمت وأصابه الاكتئاب والإحباط، لكن اللي صلب عود الشارع المصري كانت الحركة العمالية المصرية اللي أعلنت عن نفسها في 6 ديسمبر 2006 وأعلنت عن أول إضراب لعمال المحلة، وبعده كانت أكبر موجة احتجاجية في تاريخ الطبقة العاملة المصرية، واللي فضلت بتؤرق مبارك وبتناهض حكمه وبتحاصر كل وزرائه الفاسدين باحتجاجاتهم البسيطة وبمطالبهم البسيطة، وهي دي اللي قدرت تعدل الميزان في الرأي العام وفي الشارع المصري. أنا عايز أقول إن اللي حصل في 2005 و2006 حصل السنة دي في 2014 في شهر 1 وشهر 2. الشارع المصري كله في حالة صمت، جزء كبير في حالة إحباط وحالة انكسار من الوضع اللي كلنا شايفينه، وجزء كبير كان متخوف من العمل العام، لأن كل شاب بينزل يرفع صوته بالعدالة أو بالحرية أو بالكرامة الإنسانية لإما بيلاقي رصاصة في قلبه لإما بيلاقي المعتقل في انتظاره. وأنا هنا مش هذكر كل المعتقلين اللي بوجه ليهم كلهم تحية شكر واعتزاز، وبقول لهم انتوا من حريتكم بتدفعوا التمن عشان اللي زينا وولادنا ومستقبل البلد دي يبقى فيه أمل ونبقى مكملين الطريق. أنا هتذكر اسم عمالي من الأسماء ديت، هو زميلكو كريم البحيري اللي بيتعرض لأقصى أنواع التعذيب هو وزمايله في السجن، واللي اتقبض عليه لما خرج يتظاهر في ذكرى ثورة 25 يناير. فتحية لكل هؤلاء المعتقلين والمحتجزين في قضايا كلنا عارفين القضايا معمولة ازاي. فمش عايز الكلام أو حد يتخيل ان احنا لما بنعمل مؤتمر زي دوت وبنحضر وبنتكلم عن معاناتنا ان دي حالة من حالات الضعف. ابدا، دي مش حاله من حالات الضعف، دي حاله من حالات الفطح اللي بنفضح فيها سياسات الحكم اللي مستمره ايا كانت الاسماء وايا كانت الوشوش، سياسات مستمره في انحيازها الصارخ والواضح لرجال الاعمال والطبقات الغنيه، سياسات مستمره بتتجاهل المعاناه وبتتجاهل الظلم الاجتماعي اللي الناس بيتعرضوا ليه. والمطلب الوحيد، المطلب الوحيد اللي أعلنوا عن تنفيذه، وإحنا من البداية كنا شايفين إن الإعلان بالطريقة دي هو مجرد استغلال سياسي لفكرة المطلب الحد الأدنى الأجور، استغلال سياسي هيتهربوا منه، لأن الحد الأدنى للأجور مش رقم، وقيمة القضية اللي رفعها عمال مصر مش في المبلغ، وإنما قيمة هذه القضية إنها تعيد فتح ملف الأجور في مصر، إعادة هيكلة الملف دوت بشكل حقيقي من أول الحد الأقصى لحد الحد الأدنى. يا سيد رئيس الوزراء السابق الببلاوي والسيد رئيس الوزراء الحالي والنبي، بطلوا حنجرية وبطلوا كلام وصوت عالي، ولو رجالة بجد طبقوا الحد الأقصى للأجور.
الحد الأقصى للأجور اللي هيوفر مليارات، الحد الأقصى للأجور اللي بيخرج من المال العام واللي انتوا مش قادرين تطبقوه، وفي آخر اجتماع لمجلس الوزراء قبل الوزارة ما تمشي توقف النقاش عن هذا المطلب الهام. أيوة، انتوا بتاخدوا ملايين تحت مسمى أجور وبدلات ومكافآت ولجان، الشعب المصري أولى بيها. ولو قادرين بجد، الحد الأقصى مش مجرد رقم، ده حد أقصى للأجور يتربط بالحد الأدنى والمعيار العالمي، إن الحد الأدنى والحد الأقصى، الحد الأقصى لا يزيد عن 15 مثل الحد الأدنى. هنقول لكم اعملوا 20 مثل الحد الأدنى، ويبقى في جميع القطاعات اللي بتخرج أجورها من المال العام، يعني موظف الحكومة، البنوك اللي بتملكها الحكومة، الشركات والمؤسسات والهيئات اللي المال العام ليه نسبة حاكمة فيها، سواء ده كان اسمه بقى في القانون مال عام أو اسمه مال مملوك ملكية خاصة للدولة، هو اسمه كده عشان إجراءات الاستثمار وفكرة البيروقراطية، لكن هو في طبيعته مال عام. لو عايز يا إبراهيم يا محلب، بدل ما تقول لي هوقف المية المعدنية في اجتماع مجلس الوزراء اللي هو يعني كل وزير هيشرب إزازة مية باتنين جنيه، لا يا سيدي، اشرب إزازة المية اللي باتنين جنيه بس والنبي طبق الحد الأدنى للأجور. خلينا نبقى بنتكلم بالعدل. مرة أخرى، العدالة الاجتماعية مش شعار ولا منحة ولا أمنية ولا مجرد طريقة في ترتيب الأولويات، العدالة الاجتماعية نظام حكم، نظام حكم بيبدأ من أول إجراء لحد آخر إجراء. اتنين، الشركات اللي تم خصخصتها، انتوا بتقولوا علينا ان احنا بتوع سياسة او احنا بتوع العمال وبنقول اي كلام وما احناش فاهمين. طيب احنا مش فاهمين، القضاء المصري مش فاهم، هي الشركات دي مش عندها مكاتب محاماة دولية جت ووقفت قبال مننا في المحاكم، والعمال وقفوا قبال منهم، وفي النهاية في اكبر محكمة، محكمة القضاء الاداري ثم المحكمة الادارية العليا، وعملت حكم قضائي. وحيثيات الأحكام سواء حمدي ياسين عكاشة أو حسونة توفيق أو أحمد الشاذلي، السادة المستشارين الأجلاء وكل السادة المستشارين اللي شاركوا في هذه الدوائر، قالوا إن الأسباب الواردة في هذه الأحكام بلاغ مش للنائب العام، لكل الجهات الرقابية اللي موجودة في مصر إنها تتحرك لمواجهة الفساد اللي موجود. وانتوا قاعدين تقولوا الشركات ومش هتشتغل، اقتراح تاني زي اقتراح الحد الاقصى للاجور للسيد رئيس الوزراء ابراهيم محلب، شركه طنطا للكتان هناخدها نموذج. انتوا بتعموا عينيكوا ومتخيلين ان المستثمرين ورجال الاعمال فقط هم اللي بيفهموا وهم اللي يقدروا يدوروا البلد، وعميتوا عينيكوا عن تجارب عملوها عمال مصر للإدارة الذاتية في شركة المصابيح وفي أوطة للصلب وفي نوباسيد وفي طنطا للكتان، تجارب إدارة ذاتية للعمال شغلوا المصانع وجدولوا الديون وسددوا المرتبات وعملوا إنتاج ووقفوا المصانع على رجلها. دلوقتي نوباسيد بتحاولوا ترجعوها تاني لعبد الإله الكحكي اللي ذبح عمال طنطا للكتان وذبح نوباسيد، والأرض اللي كان واخدها بعقد تخصيص خد أضعافها وضع يد، وما نعرفش رجعتها إزاي، مع أنه نفس الوزير اللي عمل قرار تحفظ على أراضي نوباسيد هو نفس الوزير اللي رجع تاني في الكلام. الإدارة الذاتية، وخلينا نبقى بنتكلم كلام صادق، أنا باسم عمال طنطا للكتان بقول لك يا سيادة رئيس الوزراء، عمال طنطا للكتان مستعدين للإدارة الذاتية لشركة طنطا للكتان بشرط تمكنوهم من ده، هيسددوا الديون وهيرجعوا العمال وهيوقفوا الصناعة على رجليها مرة تانية. صل علي يا بار، صل علي يا بار، صل علي يا بار،
مش بنقول كلام ولا شعار، لكن بنقول إجراء والعمال مستعدين ينفذوه. ولازم تبقى عارف ان من تاريخ ما صدر حكم على عبد الإله الكحكي عمال طنطا للكتان خدوا عليه حكم بالحبس، مشي وساب المصنع، العمال طول الفترة دي اللي بيدوروها، واللي كان بيدور الشركة محامي من الشركة، والعمال اللي موجودين مستعدين يدوروها بس مكنوهم من ده، وهم هيدوا الفلاحين البذور عشان الكتان وهياخدوا منهم المنتج وهيشغلوا المصانع. طنطا للكتان كنموذج 9 مصانع مش مصنع واحد، وكان من أهم مصانع الكتان في الشرق الأوسط. أنا بقول نموذج وأنا متأكد أن كل الشركات اللي موجودة في مصر من الممكن أن يحصل فيها ده، بس لو أنتوا عايزين تشغلوا المصانع بجد، لو أنتوا عايزين تعملوا موازنة بجد، إحنا بنقول لكم إحنا مش ضد القطاع الخاص ولا ضد رجال الأعمال ولا ضد المستثمرين، بس ليه قافلين دماغكم على أن البلد مش هتقفل على القطاع الخاص؟ خلي كل قطاعات الإنتاج تشتغل في البلد، القطاع الخاص يشتغل والقطاع العام يشتغل، ثم القطاع التعاوني اللي بيتدبح واللي انتم مش عايزين توقفوا على رجله، ونشوف النماذج دي ونعمل حالة من حالات التكافؤ والتنافس ما بينهم ونشوف هيشتغلوا ولا مش هيشتغل. 3، الحريات النقابية. في بعض الأحيان بيتم الكلام يعني عن الحريات النقابية ان كلام بيتعلق بالمتخصصين والأكاديميين وبعض الناس اللي موجودة في النقابة فقط. الحرية النقابية هي ظهرك، هي سندك، الحرية النقابية هي حقك في التنظيم. انت لوحدك مش هتقدر تعمل حاجة، لكن انت وزمايلك هتقدروا تعملوا حاجة. فاوعوا تتعاملوا مع قانون الحريات النقابية ومع النص اللي حطوه في الدستور على انه حاجة هامشية. هم عارفين بيعملوا ايه، هم مش عايزين يبقى عندكم نقابات حقيقية بتدافع عنكم، هم عايزين نرجع ونفضل في نفس النقابات القديمة والبناء الهرمي اللي ما تقدرش تاخد فيه قرار. وعشان كده الحرب عن النقابات المستقلة مستمرة، عشان انتوا تكفروا بيها، وعشان انتوا تقولوا ايه الفرق بين النقابات دي وبين النقابات ديت. في فرق كبير، ان دي نقابات وليدة، نقابات الدولة مش بتدعمها، لا عندها بنك ولا عندها شركات استثمارية ولا عندها قرية في الساحل الشمالي ولا عندها مقرات في كل الجمهورية ما بتدفعش فيها ايجار. انتوا بتلموا الجنيه على الجنيه والقرش على القرش عشان النقابات دي تقف على رجليها. بدون النقابات هتفضلوا فرادة وهتفضلوا مشتتين. النقابة هي المعيار، عشان كده هتلاقي اصدروا قوانين كتيرة جدا جدا، لكن على قانون الحريات النقابية لا. بالرغم انه قانون ايه بقى كله ناقشه، ومنظمة العمل الدولية جت قالت ده وفق المعايير الدولية، امتنعوا عن اصداره ليه؟ لانهم مش عايزينكم تتنظموا في النقابات، لان يوم ما هتتنظموا النقابات هي القادرة على إحداث توازن حقيقي في المطالب الاجتماعية في الشارع المصري. غياب النقابات معناها غياب هذا التوازن. فعشان كده لازم نهتم بهذا التنظيم، ولازم نهتم بهذا الشكل، ولازم ندافع عنه، لأن كل ما كان الأمر مجموعة نقابات سهل إنها تتفق. يعني موجود هنا 9 شركات، ال9 شركات دول لو اتفقوا على تكوين اتحاد أو على مطلب أو على تظاهرة أو على احتجاج أو على زيارة الوزير، غير لما يبقى واحد لوحده أو شركة لوحدها. القضية المرتبطة بالحريات النقابية قضية مصرية. أنا بقول دوت ليه دلوقتي؟ زي ما كنت بقول لكم في الأول، في 2005 حصل إيه وانتوا عدلتوا الميزان، ودلوقتي حصل إيه وانتوا عدلتوا الميزان. هم بيتعاملوا مع العمال إن هم كده بقعة مطر لو نزلت على دماغك تمسحها كده بإيدك وتعدمها. أي عامل لوحده هو عامل زي بقعة المطر، بس انتوا مع بعضكم اللي ممكن تكونوا الطوفان وممكن تكونوا السيل اللي بيطيح بأي حد فيهم، سواء وزير أو رئيس وزراء أو حتى رئيس جمهورية. فطول ما انتوا متوحدين على مطالب وإيدكوا في إيد بعض وظهركوا في ظهر بعض، مفيش حد هيقدر يهزمكم. وتأكدوا ان المرحلة القادمة اول حاجة هيحمروا العين،
عشان يخوفوكم. واول ما تبانوا ان انتوا ايد واحده هيحاولوا يشوهوكوا في الاعلام عشان يبقى فيه قبول مجتمعي لضربكوا. انتوا بتعملوا مطالب ايه؟ انتوا مش شايفين حال البلد؟ انتوا مش شايفين اللي فيها؟ وكل ما استمريتوا وعددكوا زاد هيبداوا يقعدوا يتفاوضوا معاكم. وكل ما صممتوا على مطالبكم هتاخدوا المطالب، لكن لو اتفرقتوا مش هتاخدوا اي حاجه. وكل اللي بيقولوا اصل العمال ليهم مطالب فئويه، اصل ما اعرفش مين بيحرك العمال، انا بقول لهم بطلوا كذب بقى. العمال محدش بيحركهم، اللي بيحرك العمال المعاناه، المعاناه والحاله الاجتماعيه اللي هم. مفيش سياسي فيك يا مصر يقدر يحرك عامل ويقول له اعمل اضراب ويعمل اضراب. على العكس تماما، العمال هم اللي بيحركوا السياسيين. ولو عايزين العمال يتوقفوا على الاحتجاج ادوهم مطالبهم. الاحتجاج هي الاضراب هي مجرد بيقولها العامل. بيقولها ليه؟ هي ترمومتر عن ان في مصيبه على الارض وفي المصنع. اسمعوا ليه، زي ما يبقى عندك طفل بالظبط بيعيط. طفلك لما يعيط تجيب فوطه مبلوله وتحطها على بقه عشان ما تسمعش عياطه، ولا تاخده للدكتور تسمع هو في ايه؟ الاضراب معناه ان في جذور واسباب ليه، عالج الاسباب، لكن انت ما تمنعوش، ما تشوهوش. ده ترمومتر بيوريك العلاقه الاجتماعيه بين العمال وبين اصحاب الاعمال في اي اتجاه. هتكلم عن التامينات الاجتماعيه. وانا بلوم على الحركه العماليه المصريه انها مش بتهتم بملف التامينات الاجتماعيه. بلوم عليكم كلكم، فرد فرد، نقابه نقابه، شركه شركه، بنهتم بيها لما نطلع على المعاش ونشوف المصيبه. انا عايز اقول لكم شويه حقائق واكتبوها بالورقه والقلم، ودي من واقع الارقام، من واقع الارقام في وزاره التضامن والهيئه القوميه للتامين الاجتماعي، عشان تعرفوا فلوسكم قد ايه عند الدوله، ومن حقنا حد ادنى للمعاشات ولا لا، وبدون منحه من الدوله. صافي المديونيه اللي على الحكومه حتى 30/6/2013 ومثبته بالصكوك 249 مليار جنيه 206 مليون 260 مليون 249 مليار و260 مليون. دي صافي المديونيه المثبتة بصكوك، ليها صكوك. المديونية غير المثبتة بالصكوك، يعني في خلاف حوالين إثباتها وحوالين سعر الفايدة اللي هنحسبها بيه، 281 مليار 718 مليون. المديونية لدى بنك الاستثمار القومي 77 مليار 824 مليون. الاستثمارات اللي تحت ايد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي 73 مليار 373 مليون، الإجمالي 682 مليار 175 مليون، ده بسعر الخصم من البنك المركزي المصري. يعني لو عملناها بسعر الإقراض، إن الدولة اقترضت، كأنك كده مواطن ورايح تقترض من البنك، المبلغ هيزيد بشكل كبير جدا. فده بسعر الخصم من البنك المركزي. التأمينات تحت ايديها قدم من 682 دول. الصناديق عندها ايه؟ ما عندهاش الا 73 مليون. يعني اكثر من 95% من اموال التأمينات الاجتماعية اللي هي اموال العمال واشتراكاتهم في ايد الخزانة العامة وفي ايد بنك الاستثمار، بيدوها لرجال الاعمال يعملوا استثمارات وينهبوا الاموال وما يعملوش حد ادنى الاجور، ويرجعوا يقولوا ما فيش فلوس في البلد. هو دوت اللي حاصل. 682 مليار من اموال التامينات الاجتماعيه كافيين لعمل حد ادنى للاجور بدون الدوله ما تدفع جنيه، حد ادنى للمعاشات بدون الدوله ما تدفع جنيه. وهكذا في كل الشركات. البحث في الارقام، مهمة أميمة، الأستاذة أميمة ووائل وأحمد النجار وعبد الخالق فاروق وغيرهم 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 من الباحثين، البحث في الأرقام ديت عشان نعدلها ونكشف الحقائق اللي هم بيحاولوا يخبوها. أخيرا أنا هتكلم عن قانون العمل.
قانون العمل 12 لسنة 2003 اللي هيتعدل هيتعدل، واللي احنا معترضين على نصوص كتيرة فيه لأنه لا يضمن الأمان الوظيفي ولا يضمن حقوق العمال، واحنا كمان محتاجينه يتعدل. بس في طريقتين في التعديل، في طريقة ان احنا نقف ونتفرج لحد الدولة ما تروح عاملة مشروع وهوب يدخل المشروع مجلس الشعب واحنا لسه ما عملناش حاجة فيبقى احنا مجرد رد فعل. وفي الطريقة التانية ان الطبقة العاملة المصرية تقعد وتتناقش هي عايزة ايه من النصوص اللي تبقى بتضمن حقوقها، عشان يوم ما يبقى في برلمان يبقى الطبقة العاملة كمان مجهزة قانونها وبتتابع نص بنص ومادة بمادة. عشان كده احنا وكل الزملاء اللي موجودين على المنصة اعلنا عن البدء في تأسيس حملة لوضع قانون عادل للعمل. سيتم الإعلان عن المؤتمر التأسيسي بتاعه قريبا، النهاردة في اجتماع، اللي عايز يحضر الاجتماع أهلا وسهلا بيه، هنعلن عنه وهننزل كل المصانع وهننزل كل الشركات وهنحاول ان كل النصوص تبقى معبرة عن مطالب العمال، لانه يوم ما هيطلع البرلمان هيبقى من اول النصوص اللي بتتناقش. واحنا مش عايزين حاجة غير الامان الوظيفي، معايير العمل اللي واردة في الاتفاقيات الدولية اللي وقعت عليها مصر. لكن في اهمية ان الطبقة العاملة تبقى متوافقة على قانون، وانا بأكد على انه اهمية هذا اللقاء مش ان احنا نقعد مع بعض ونتكلم، سهل ان احنا نتقابل وسهل ان احنا نتكلم، لكن اهمية هذا اللقاء ان احنا نستمر، لان المعركة مستمرة والوضع اللي كان زمان للأسف بيحاولوا يرجعوه مرة تانية، وهي كده السياسة صراع اجتماعي، وهو كده الاقتصاد. مفيش مستثمر هيجي يقول لك والله ده حقك خده، على قد ما هنصارع في الصراع الاجتماعي وهناخد خطوة تنظيمية لقدام ونتمسك بمطالبنا على قد ما هننجح. لو قعدنا في بيوتنا هناخد خطوات كتيرة لورا، نجاحنا كلنا تحقيق العدالة الاجتماعية، حماية مستقبل ولادنا، رهن باستمرارنا في تنظيم نفسنا والدفاع عن مطالبنا والاستعداد بشكل علمي وحقيقي، سواء بمشاريع قوانين أو بدراسات حوالين الاقتصاد أو حوالين الأجور أو حوالين التأمينات الاجتماعية. آسف إن كنت طولت على حضراتكم، شكراً.